قلت انا قلت له ضرب ضربه خفيفه صح تخيب هنا ضربه خفيفه ايه بس خفت قلت له على فرت بالعصا قلت له تخيب هنا ضربه خفيفه ايه هذه مو قلت هي قلت لهم المعلمه قالت لهم ايه ايه وانا يا المدير كي جيت القدوه قال لي قال لي سقسيت المعلمه وقالت لي قال لي ضربت ضربه خفيفه وما تخربناش كيف كانت يديها واحد يوم قلت له على توفيه لقيت انا خاتم قلت له على توفيه قال لي المدير وطفل قال ضربه تهدوا التلاميذ معاها تلاميذ انا على حسب العداله جابوا معها 4 ولا 5 ايه وانا ما سمعتش انا قالوا قالوا ايدوه ولا والله ماني عارف انا ما القضيه تهدر بعيد مني ما كنا نسمعوها ما نسمعهاش 50 عدد نعطوك 10 ايه ما قالوهاش شوفوني قبل اش قالوا يا ابوي نعطوك احنا مليون شوفوني شنو نقول لهم قبل ما قالوهاش انا قلت 150 نعطوك لك حاجه دار من راجلها في جيني مونيتير راجلها ما نعرفش عارف شنو وانا الطفل يعطوا له بقايق قال ابوي حقيقه ها هو الطفل ما نتحدثوش كاع قالها وحق الطفل محطوط هنا الصباح روح معاه هنا للمعلم لعل هذيك الباب يطيق ويفتح الطفل كان يعالج في مستشفى كوبا في 2012 و2013 عدنا رقم الملف تاعه ما عالجش كوبا ما ديته ما عالجش عالجت الضربه الاولى ها؟ الضربه عملنا ضربه الاولى لا خلينا نضرب باين الضربه راح قلت لي ديته بنفسك لا 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 تقبلها في 2012 2013 ما دخلتوش كاع المستشفى كوبا ها؟ ما ديتوش وعدو خاوته خالد ودلال والخضير وحاجة عدو يلحقوا 10 سنين ويمرضوها ايش معنى عدو سب سب كل واحد وكيفاش على 10 سنين صح لا كاين خالتي ما خاضير هذا ايه هو سطيع طي مرض ما 10 سنين لا 6 يكذب صحيح لا هو يمرض لساعة طلع في كامل كي جدا يهبط واحد ولا مش عارفين طاح هذه سبته كي طاح هو فين بعد ضرب عينيها طاح ضرب العين صح إيه ضرب حجر وقيل ولا عود وهزيناه لين هاد الدزاير في ذاك الوقت ايه خسر له خسر له وطبعا ما يشوفش كاع واحد ولا زوج في زوج كاع ما يشوفش منهم راهم يقراو يعرفوا كل واحد راهم يقراو راهم سنه في الباك خادو خادير ايه والاخر فين نفسه خو الاخر جا خان في الزقاق يمشي دحاه واحد طاح على وجهه ايه شحال كان عمره؟ عمره الله اعلم الله اعلم طيحه الله اعلم 6 سنين دنيا خويا سالي والله ما لعب هذا العمر هم هذوك راه في 14 عام الاخبار هذوما هذو راهم راهم سنه في الباك الله يبارك واحد جاي في 96 واحد في 94 راهم في تعمل كوفين يقراو راهم في تعمل كوفين وربحوا له هديه وخرجوا وراهم في الليسين تاع العين من نعيم لا لا طيحه طيحه هذيك اثرت على عينهم في زوج اثرت على عينهم في زوج يا اي خالير العين الثانيه جاي يمشي دخل لداخل الدار دخل في سلك كمل له العين الاخرى الثانيه كمل لا حول ولا قوه ما عندهمش عين وراثيه مرض وراثيه راها بيقولوا كالله اعلم ما عليناش انا مانيش طبيب لا لا هو الطبيب باش يقول لك الطبيب ما قالوليش من ما عندهمش حاجه وراثيه كل عاد عندهم وراثيه انا شخصي فيك كل عاد عندهم وراثيه ايه كل عاد عندهم وراثيه معناها معناها يضربوها بالدفه ويقولوا عاد وراثيه ما يجي لا شخصي كش ما عندهم خوال ولا عمام من عينين ثاني ما ضربوها ما كانش ريحتهم هي لا خوال ولا عمام ولا جدود ولا خال والو كان كاع عندي انا الحكايه قام مني انا قام حسب قاعد ما دارش المناظر من قبلها قرا في المدرسه تاع الهواري بومدين وين؟ تاع الهواري بومدين تاع راس العيون ايه ما دارش من الهواري بومدين بدل الزهور الزهور وين جات؟ قال لي عبيد الله صح مدرسه الزهور ايه قرا في هذا الوقت وبعد معلمه كاينه معلمه قالت لها ناقص شوف شوفها صح قالت له نواضيها ايه من ناقص شو العين؟ عقلنا عليه داروا له نواضيع ما قالوش شو العين رحنا عطاه الطبيب نواضيع قال الطبيب والله من عارف لي داو ما ديتوش انا وش من عين ناقص ما تقول لي عارف انت ناقص اللي نور ولا يسرى النواضيع كاع في زوج ناقصين داروا له نواضيع المهم طفى المعلمه قالت راه ناقص شوف شو يديروا له نواضيع عقب عليه درنا له نواضيع وما في بسيه ما بسيه كاع تسمى قاعد جا الملا تم يقرا عاد لاباس عليه ومنها فتحت المدرسه هذه جديده من ظهرها تحول قالوا لنا اللي قريب اللي عنده المدرسه ولد بحي يطلب منه يتحول تحول يعني 20 يوم ولا هكا من ربي كي تحول المدرسة كسرت الحكاية كيفاش صرات كيفاش ضربتك المعلمة كيما ربيت يا خاطر انت وشنو هي اللي نسيتها؟ واش درت؟ وشنو هي اللي نسيتها؟ انا تحكمت بحالها يتحوس عليه وانا كنت كنت نروح نعطي لها بلي اكبر مكانك وانا تلقات عادي يا خاطر نهارها قعدت في الطاولة الأولى فتحوها جديدة 20 يوم اللي فتحوها جديدة مدرسة الله أعلم هم هي بالضبط الخطايا وحيدة هو اللي فتحوا هذا أنت كي قعدت في الطاولة الأولى
كاع دوك الطاوله الاولى انك ناقص ما تشوفش ولا لانك انت خيرت ديك البلاصه وحدك تاع الطاوله الاولى. انا طالي واحد طالك واحد ولا علاه انت طلبته؟ واش قلت لك؟ يعني باش تشوف صبوره. احنا بعد ما مش عارف لا شهرين ولا اكثر ولا اكثر من شهرين تعود ما عاد الى الصلاة خبر احنا في الفضل. بعثنا المدير قال لي نحتاجك. قلت له وين المدير ذا؟ قال لي راني تقري عندي بنتك حليمة تاع القرية واش غالع في. قال لي نحتاجك. هذا احنا ديت معايا واحد من الجماعة هنا الطلبة اللي صلوا هنا ورحنا احنا ما حسب رحنا في القسرة ما عندنا معلومات ولا رحنا لهم ما حسب لحقنا لقيت جماعة بعود جدو وبيو طفيل واخواله اثنين وعمه. واش راكم لاباس سينا بخير يا بوي؟ وشني القضيه سي مدير؟ قال لي هادو راهم لقاولك على بنتهم راه بنتك راه ضاربه لهم طفل. كيفاه ضربت الطفل؟ قال لي ضربته وقال راه دايره زوج خواتهم وضربته هاك. قلت له وين خواتهم وين هاد الشيخ داير؟ تركوها انا ذاك فاصه خاصنا عطينا بوي طفل. قلت له انت شفت الخواتم؟ قال لي ما شفتش. وين لقاه؟ قال لي الطفل قال لي كيفاه تقري الطفل؟ قلت له انت وكيفاه الطفل ثبت على خواته وفيهم قبابه كيما راس الجمال ولا قطوطه ولا حاجه من قبالي اثبت على القول. قلت له اثبت على الكرار الكبير المفهوم نتاعك وراك رايح به. طلعنا هبطنا كثرنا في الحديث. قال لي اخويا انا نحوس كي كثرنا من الحديث. قالوا المدير ذكر المقصود تاعك وراك رايح به. قالوا نحوسنا على التعويض. قالوا واش من تعويض؟ قالوا التعويض تاع ابني تاع عينه راح. قالوا تعويض هما يعطي لك تعويض هذا ما يجيش يعطي لك تعويض. قالوا انا ما عنديش منين نطلب تعويض من عند اهل المراه. قلت انت تطلب في حق منك ولا تزيش؟ كانك تزيش. قول اودي راني نزيش. كانك تطلب التعويض راه كاينه دوله. كاينه دوله هي وكاين فقهاء وعلماء وحكامه قلت له وعداله اللي تعطي لك التعويض. انا راني ماني ما هذو كاع مانيش منهم انا. فهمت؟ قال له قداه تطلب كون حسب ترانجي تدعو ديرانجي كذا الراجل. قال له يعطيني 150 مليون. قلت له 150 احنا كي نمشوا كاع ما عارش ولاد عايفه ما نجبدوهاش لعامين. وانت وكيفاه تخدم البلد؟ بدل الاتجاه كان قلت الطفل وليدنا ونتعاونوا نداووه بعضنا. نعاونوك ما تقوليش اعطيني التعويض ولا قول اودي نتعاونوا عاونوني يا ابن عمي صحة مليح. كان قلت اودي لا اعطيني التعويض اخويا راه العدل اللي تعوض. انا كعود عدل ما نعطيكش تعويض والله ما تديها. قلت له كاين قانون راني نشوع القانون. وتفركتنا الاخرى. قال لي انا راني اخويا انا راني درت محامي وراه الدوسي عند جدارمية وجدارمية تاخذ مجراها والعدالة رانا عند العدالة. قلت له انت كي درت دوسي طلبتني بعد شهرين تتساوم فيا العدل هذاك فرقنا عليه. من ديك الساعة انا ما شفته ما شافني. قلت له انا كونك تفهم انت ابن عمك راهم مجاورين ابن عمي في بوت الفيس كون رحت لابن عمك ولقاو ابن عمي ويعرفوا واش يخدموا. هذه اللي قلت له. وكعت ما انت ما عندكش ابن عم انا ما نسقل بك وليدي ما نحوس عليك روح للعداله. اش يرفدوا هذاك كنت كله يرفدوا هذاك للحبس. قلت له انا ما يهمنيش عندها حق تديه ولا عندك حق تديه. مرا راها متزوجه وبولادها وراح عند عرش اخر مش عند عرش حي. اطلبها اطلبها راه مردوا عليك. هو الدوسي كان عند الجدارمي. الجدارمي راحوا داروا التقرير ووراوهم في هذا النهار والدراري ما بوش يهضروا والنهار الثاني ولاو ليهم هضروا لهم الدراري قالوا مودي الضربه صارت خارج لا 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 المقر هذا الضربة خارج المقر طيحوا بن فلان يقولوا بن الناعوم ولا الناعوم مانيش عارف راه مفهومه في القرية وراح هو اللي طيحوا ليه وحنا رانا كنا شهود. زادوا راحوا لهم جد الدرك نفس ما قالوش كيفاش طيحوها. قالت عفروا بر من الساحة كاع بر من اللي يكون. قالت كيفاش طيحوا على وجهه ضربوا ولا العين؟ نقول لك ضربوا ولا ما هذه شي ما راه في التقرير عاد التقرير ولا كواغد ولا غرفدهم وكل داهم اليوم. سمعت قالوا شوف قال لي ال انت كي تقول مع المدير المدير تاع المدرسه تاع المدراري مشهود تاع
المدير كتب التقرير نتاع واش كاين وقال لي ما كانش منها. سمعت الخطر الثالثه اللي منها انتهى وجدرميه وبعثوا لي انا رحت لهم راحوا ليهم جابوهم ابوياتهم قررهم هضروا لهم كما نزل كما النهار الاول والخطر الثانيه والخطر الثالثه قالوا ودي ضربوا بن فلان وضربوا في بلاصه كانت والطفل مريض من قبل 15 جانفي راح طبيب العام نعطيها لك بالتاريخ راح طبيب العام مفهوم تاع اللي يمشي من المدارس ونهار مفوت عليه قالوا بي القاول بي وجاه بي قالوا وليدك هذا ما بقالهاش اسبوع عين ولا هتروح ما تكون فاهمين وقت هذه في 15 ضربه وقت 20 ضربه وقت صارت 20 ولا 24 كان يقرا في مدرسه الازهر زهور كان يقرا ودار له دوسي ودار عطالو سيرتيفيكا وقال ودي وليدك داويها ودي راه ما يجاوش اسبوع ولا عاونت راه تروح هذه بال كان لكم حاضر لها هو طفل نرجع شوي لور هو في 2012 و2013 كان في كوبا هو قال قامك هو سقسيناه قال قامك شنو يا سيدي احنا درك قلنا ما كانش انا نهضر بالوثيقه بالضبط خلاص انا يدير تهمات ولا ما يديرش كاين كاين ربي تخاص مع عدو المعلم انا قلت له بنتي بنا اسمع قلت له بنتي دينايل انا تقول بنتي نشهد معها راني ما نشهدش مع بنتي انا مانيش حاضر وشفت بعيني وتعد معيني ما نشهدش هي واش قالت الحاس واش قالت هي قالت ما ضربتش يا سيدي ولا ضرب خفيف يا سيدي قالت والله ما حطيت عليه يدي ولا ضرب لا خفيف ولا قليل هما دايرين ضرب خفيف ما كانش هي قالت ما ضربتش لا لا هي وفي الاقوال هي درك اقوالها اقوالها هي قالت ما نسيتوش هي كي سقساتها امها قالت لها انا كاين ربي اللي مالي ما حداش قالت لها انا ما نسيتوش ما حطش عليه يديه قالت والله ما نسيتو قدامها جا بويا التلميذ تقدم قال لها يا استاذ راه التلميذ راه ناقص شوف قال انا شوف ديري هنا عمك دارتو عند الصبوره الطاوله الاولى حطوا عند قلت له شوف راجلها راه في الامن يديه يدي يفوت عليه راجل قلت له سكرين بدو العين النعجه هذه قلتها هذه المعلومه الوحيده قلت له يديه قلت له شوف وين كان راد اي والله وانت انت بعد ما درت له عمليه ودرت له سيرتيفيكات ديته انت بعد ما دير العمليه دير له سيرتيفيكا وما ضرب الطفل بخاتمه او بظفره الطبيب ذاك فيه خادم ذاك هذا الطبيب كيفاه يفوت هذا الطبيب كيفاه يمد السيرتيفيكا هكذا